ضيفي عبر سكايب من الأردن الأستاذ هيثم يوسف رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية. مساء الخير لك أستاذ يوسف. هيثم، مساء الخير أخي العزيز، مساء الخير لك ولكل المتابعين. تحياتي لك. يعني 40,000 فلسطيني ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصمت عربي وإسلامي، كيف تتابعون مثل هذا أو مثل هذه الجرائم والمجازر بحق الفلسطينيين؟ نعم، يعني للأسف يعني ما نعانيه نحن كشعوب عربية الآن من حالة الصمت والخذلان اتجاه قضية عربية قومية فلسطينية، قضية حاولوا التلاعب بها، حاولوا أن يطمسوها بكافة السبل والوسائل، ولكن بفضل الله تعالى ما دام هناك شرفاء على أرض فلسطين يدافعون عنها، ما دام هناك مقاومة، ما دام هناك غزة، أعتقد أن القضية ستبقى على الطاولة، لن تغيب هذه القضية أبدا. هذه القضية هي قضية محورية، وللأسف ما نسمعه وما نشاهده بشكل يومي من قرارات ومن سكوت لباقي الدول العربية، فلسطين وغزة ليست بحاجة فقط لدعم مساعدات، ليست بحاجة إلى أكفان، ليست بحاجة إلى مواد غذائية قد قاربت انتهاء صلاحيتها للأسف، مثل ما شاهدنا في العديد من الفيديوهات. نحن بحاجة إلى سلاح، نحن بحاجة إلى سند وقوة، نحن لدينا جيوش عربية، في كل دولة عربية لديها جيوش، هذه الجيوش العربية لو اجتمعت لكانت حررت الأقصى، ما يدل على جبن الصهاينة، على الكيان الصهيوني أنه أصبح يذهب ويحضر مرتزقة، يدفع للمرتزقة ويحضرهم من إسبانيا ومن إيطاليا، وقد شاهدنا هذا على التلفاز. الحرب الآن ليست حرب فقط حرب عسكرية، هي أيضا حرب إعلامية نفسية يوميا يمارسها العدو الصهيوني من خلال نشره للعديد من الحقائق، وعفوا قلب الحقائق، وأيضا زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية. هنا نحن ما نعانيها الآن، ولكن يعني هناك فرق بين قبل ثلاثة أسابيع وبين اليوم وأمس، عندما نشاهد أن هناك انقلاب وكشف لهذه الألعاب، لهذا التلاعب بالحقائق، لهذا التلاعب التضليل الإعلامي الذي يمارسه هذا الكيان الصهيوني، أصبحت الأمور تتكشف شيئا فشيئا. نعم، باعتقادك يعني سيد هيثم، في ظل ما أشرت له من أهمية الدور لربما العربي، وأيضا على مجريات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وأيضا ما سيحدث لربما ولا سمح الله يعني في أي دولة، في شهدنا الربيع العربي وما خلفه من دمار لبعض الدول العربية التي كانت يعني قديمة في حضارتها وتراثها وكل ذلك، نتحدث عن العراق ماذا جرى فيها، نتحدث عن مصر، نتحدث عن سوريا، كل هذه المؤشرات هي عربية وعربية، ولكن المحتل هو واحد، يعني نشاهد أن الاحتلال هو أمريكي إسرائيلي فرنسي بريطاني، هذا هو المحتل، هو الذي يجرم بالحق. باعتقادك الشعوب هي غير مقصرة، لكن الحكومات والرئاسات هي التي تقصر في حقنا كشعوب عربية وإسلامية؟ للأسف يعني عندما نتحدث عن الأنظمة العربية، للأسف خذلتنا هذه الأنظمة العربية، كل واحد منهم خايف على الكرسي اللي قاعد عليه، زي ما بنحكيها بالعامية، كل شخص حاطط الجيش أصبح ما بيحمي الدولة ولا بيحمي حتى يشارك إخوانه العرب، الجيش عم بيحمي كراسي العروش الزعماء العرب فقط، هذه مهمة الجيوش العربية. إحنا عم نفصل ما بين النظام والجيش وما بين أيضا الشعوب العربية التي نجدها في مليونية شوارعية، في دائما في الشوارع تريد أن تذهب إلى فلسطين، تريد أن تجاهد، تريد أن تدعم، تريد أن تقوم. شاهدنا على الحدود الأردنية العراقية، شاهدنا على في جهة جنوب لبنان، أيضا هناك بعض العمليات مع حزب الله المقاوم، وهناك أيضا من سوريا وإلى آخره. يعني هناك في نعم. في نفس، في روح عربية عم نحس فيها، ولكن يبقى هنا الحجر الأساس هو الزعماء العرب. شو احنا متوقعين بعد القمة العربية بعد يومين؟ انا مش متوقع غير يقول لك الهدنة، بدنا هدنة حتى ندخل المساعدات، هذا اول قرار، وايقاف سفك الدماء في 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 غزة، وايقاف الحرب في اقرب وقت، وهذا طبعا بعيد المنال عن عيونهم جميعا، لان بلينكن وبايدن يطالب بها، وللاسف اسرائيل نتنياهو العنصري، نتنياهو هذا الكاره، هذا المغتصب، يقول لهم ماذا تقررون؟ لن نمشي بأي قرار تقوم بالقمة العربية. إذا هو مش راضي على بايدن بده يرد على الزعماء العرب،
هل سيقيم وزنا للزعماء العرب؟ مساعدات موجوده على على رفح، مش قادرين ندخل مساعدات عربيه العرب، كل هالجيوش كل هالزعماء العرب مش قادرين ندخل شيء. ما اشرت به هو واقع، وهو ايضا يعني مفروض على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربيه. باعتقادك سيد هيثم، يعني وانت رئيس يعني لمجلس الوحده الاعلاميه العربيه، نتحدث هنا عن امكانيه يعني وضع رؤى مستقبليه لحل مثل هذه او لحل هذه المشاكل العربيه، كيف يمكن ان ينسجم العرب او يشعر العرب بمنطلق مفهوم يعني وحدوي؟ نتحدث عن خطاب واحد، نتحدث عن وحدة عربية، نتحدث عن يعني ما تربينا عليه أنه موطني موطني. للأسف موطني هيدا درسونا إياه في المدارس. صحيح. ولكن هي إنسان موطني الآن، اللي بده الآن موطني، هي غزة موجودة وفلسطين موجودة، اللي بده يعيش هاي الوحدة العربية بده يدافع عن أشقائه، بده يدافع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. إحنا عم نشوف قاعدين في 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 في, في مكة وفي المدينة وفي في, في الرياض احتفالات ورقص، وعنا عم تنزف دماء في أولى القبلتين بغزة، عم بنزفوا أطفال، عم بيستشهدوا. أكثر من هيك شو بدك أخي الحبيب؟ يعني للأسف أنا في مجلس الوحدة الإعلامية العربية، لما نحكي مجلس وحدة إعلامية كنت بتمنى إنه كل الإعلام العربي يقعد معنا ويوقف معنا ويكشف الحقائق ويبعث رسائل بجميع اللغات، بجميع اللغات. بعرف إنه في أبطال بالسوشيال ميديا عم بيساعدونا، تخيل، مش صحفيين. صحيح. أبطال بالسوشيال ميديا عم بيبعثوا رسائل، عم بيبعثوا صور من داخل فلسطين ومن خارجها بجهد فردي، بجهد فردي. ولكن إحنا بدنا مثل ما في عندهم الصهاينه، كان صهيوني عندهم 8200 اوريم اللي هي الامان بسموها الكتيبه التجسسيه، احنا بحاجه لكتيبه، بدناش تجسسيه، كتيبه انها تنشر الحقائق. والحمد لله عم نشوف الان في امريكا وباقي الدول الاوروبيه وفي بريطانيا انه الناس بلشت توصلهم الصوره الصحيحه، من هو الذي يسفك الدماء؟ عرفوا الان رجعت القضيه الفلسطينيه، صاروا يقولوا فلسطين لها حق، فلسطين بلد محتله. من عشرات السنين ما سمعنا هذه الخطابات، من عشرات السنين ما سمعنا هذه المصطلحات، الان قد عادت بفضل الله هذه المصطلحات، بفضل اهالي غزه والمقاومين الشرفاء. نعم سيد هيثم، يعني نشعر بما تشعر به وألمنا واحد يعني في فلسطين نشعر بغصة والأردن. نحن هنا نشعر أخي حبيب، نشعر بغصة، كلنا نريد أن يساهم ولو بشيء بسيط. الصور عم نشوفها، يعني أنا قبل قليل عندما ظهر أبو عبيدة، هو ما يثلج صدرنا هو أبو عبيدة، عندما قال من بداية الحرب البرية 136 آلية عسكرية. مين في دولة عربية حطمت 136 آلية عسكرية في كل الحروب حتى في 7 أكتوبر؟ مع احترامي 7 أكتوبر، نعم ما في. صحيح. وللاسف احنا كنا متوقعين كل فلسطين انها تهب، متوقعين كل فلسطين. احنا عارفين انه في ناس مقاومين بالضفه الغربيه ما بيقصروا، بس احنا بدنا كمان السلطه الوطنيه الفلسطينيه وين دورها؟ وين دورها؟ مش والله خلصونا على حماس ونقعد احنا بنحكم حماس. هلا هذا اللي بنفكر فيه، من سيحكم غزه والناس اللي عم تموت والناس اللي عم تستشهد؟ هذول مقاومه. انت نسيت يا سياده الرئيس محمود عباس بانه فلسطين محتله، فلسطين باجمعها كاملها من شمالها جنوبها شرقها غربها بلد محتله، فلسطين محتله. احنا قاعدين عم نعترف بالاحتلال وبنعترف باليهوديه وقاعدين عم نعترف بالصهيونيه، شو اخذنا منهم؟ معاهده اوسلو شو عملت لنا؟ الان القوه الوحيده لاعاده الاوراق على الطاولة لفلسطين، احنا ما بدنا سلام. شوف السلام شو عمل فينا. الآن نحن بحاجة إلى رد عسكري، بحاجة إلى جيوش عربية، بحاجة إنه احنا نرد كرامة العرب وإنه يتوحد هون الوحدة، بحاجة إنه الإعلام عندنا يتحرك. الإعلام بالخليج العربي احنا ما بدنا مستشفيات، ما ضل حدا يتعالج بالمستشفيات، سلامتك وتعيش. ما ضل حدا بغزة، اللي عم نشوفه وفيات استشهاد، كم صحفي اللي عم بقتلوا يا اخي، عم بقتلوا ناقلي الحقيقه، صاروا يتقصدوا ناقلي الحقيقه، كل يوم صحفي واثنين قاعدين عم بتوفوا، 45 صحفي تقريبا الحصيله. يعني هذول الزملاء. طيب سيد هيثم، سيد هيثم، باعتقادك يعني انتم في مجلس الوحده الاعلاميه العربيه،
ما هي يعني الخطة وخطة الطوارئ التي اعتمدتموها خلال فترة الإعلان عن 7 أكتوبر منذ بدء الإعلان؟ خطة الطوارئ في مجلس الوحدة الإعلامية العربية، أول شيء إحنا ما عندنا خطة طوارئ إعلامية ممنهجة. أنت عم تحكي لما نحكي وحدة إعلامية عربية ونخاطب الزملاء، إحنا عندنا، خليني أعطيك بشغلة بسيطة صارت معنا، عندنا جروب لمجلس الوحدة الإعلامية العربية. نعم. من خلال هذا الجروب اللي على الواتساب اللي بيجمع كل الإعلاميين في الوطن العربي، أول اللي انسحبوا الناس، بدناش نحكي دول، من الخليج العربي. نعم. انسحبوا من هذا الجروب عشان بنحكي عن غزة، وبنحكي عن حقائق، وبنحكي عن استشهاد، وبنعمل أبديت بعواجه. الخليج العربي. الخليج العربي. زملاء صحفيين يعني كمان. مش كلهم، معلش مش كلهم، ما بدي أوجز، بس بعضهم ما بدي أسمي بالاسم، اسمح لي. تمام. بس هي وصلت أكيد، والناس كلها تعرف، قبل شوي حكينا عنهم. تمام. ولكن هاي خطة الطوارئ اللي أنت بدك إياها إحنا نشتغل عليها، لما إحنا نشوف إنه إحنا إذا خذلونا في غزة ما بدهم يخذلوا مجلس وحدة إعلامية عربية القائم عليه واحد من أصول فلسطينية عنده قضية فلسطينية. صحيح. لكن الاستمرار في مثل يعني أرشفت وأيضا تجميع الحقائق هو هذا الأهم سيد هيثم. يعني دوركم هو يعني دور رئيس في الإعلام لتوحيد لربما حتى الكلمات والدساس التي تأتي لتغيير الواقع والحقيقة، يعني هو هذا رصد ميداني مختلف الأماكن. نعم. وبالعكس يعني هذا يعني يجب تعزيزه دائما. أخي محمد، إحنا بشكل يومي. نعم. إحنا عم نعمل رصد، سواء لأعداد، سواء لمنتابع الأخبار من المصادر، وحتى إذا في فيديوهات قديمة عم بيستعملوها بالتضليل الإعلامي عم نكشفها، بنقول لهم انه هاي فيديوهات قديمه استخدمت من سابق، وقاعدين عم نحكي مع التلفزيونات، واذا حد عنده معلومه غلط بنتصل فيه مباشره بنقول له عدل معلومتك، هاي المعلومه صحيح. مش صحيحه. وانت بتعرف انه وقت الاجتياح البري، وقت بيوم ما انه قطعوا الانترنت والاتصالات، صار يجينا كثير من الاشاعات. بلشنا احنا نشتغل يا جماعه، ما تاخذوا اي خبر ولا اي اشاعه، لانه احنا بناخذ فقط من المصادر. انتظروا حتى الصباح حتى ناخذ من جماعه القسام او من جماعه المقاومه او حتى نسمع للطرف الاخر حتى نعرف فيه. الان اذا انت عم بتلاحظ معي اخي محمد. نعم. الاعلام العسكري الصهيوني بشكل يومي عم بقول لك دهمنا أنفاق، ضربنا أنفاق. في واحدة من الفيديوهات أنفاق قديمة من سنتين ضربوها، ليست بجديدة. صحيح. فإحنا في بشكل يومي عم نعمل أبديت، بشكل يومي قاعدين عم نصلح للناس، بنقول لهم يا جماعة ديروا بالكم، التضليل الإعلامي مهم، الحرب الإعلامية الآن النفسية هي التي تلعب بشكل صحيح. كبير. صحيح. تؤثر على نفسية الجيش عندهم مش علينا، إحنا عارفين شو عم بيقدموا المقاومة. عم بيطلعوا ما شاء الله عليهم بياناتهم قبل شوية، أبو عبيدة طلع وحكى دمرنا 136 وبيعطيك العدد، وبعدين في عندنا صور فيديوهات للعمليات. الجماعة الثانيين لا، قاعدين عم بيحكوا بدون صور، بدون إثباتات. صحيح. بدون دلائل. يعني لما يطلع أحد يحكي بالقناة 13 عندهم في في المقابلات، لما سألوه قال لهم يوم 7 أكتوبر المستوطنين هم من اغتصبوا نسائهم. صحيح. اغتصبوا بعض. صحيح. هم اللي قطعوا رؤوس الأطفال المستوطنين، وليس المقاومة. شفنا إحنا المقاومة شو عملت مع الأسرة، كيف عاملتهم وبشهادات الأسرة. وأنا شاهدت هذا الفيديو. صحيح. أنا أستاذ هيثم، يعني إحنا رح نتواصل إن شاء الله خلال الفترة القادمة، إن شاء الله بتنتهي الحرب على سلام ونصر أيضا، لكن إحنا سنبقى خلال الفترة القادمة أيضا متواصلين معكم في مجلس الوحدة الإعلامية العربية. بتشكرك على يعني ظهورك معنا أستاذ هيثم، وكنت ضيفنا اليوم. أنا بشكرك أخي، أنا بشكرك، شكرا لك. تحياتي لك، بتشكرك، شكرا لك. إذن الأستاذ هيثم يوسف رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية، حدثنا عبر سكايب من الأردن.